أعلنت شركة بريديتور ويل أند غاز البريطانية الرائدة في مجال التنقيب عن النفط عن توقيعها لاتفاقية اختيارية مع الشركة الكندية ستار فاليري درايلينج لتمكينها من منصة للحفر في إطار تطوير البحث بمحطات جرثيف. ووفق ما نقلته وكالة إيكوفين فإن برنامج الحفر سيبدأ ببئر الملوية واحدة ويستهدف الوصول إلى عمق 2000 متر وذلك مع احترام جميع القوانين والمصادر التنظيمية على أن تتم عملية الحفر في أجل قدره 30 يوما. وجدير بالذكر أن شركة بريديتور ويل أند غاز البريطانية فازت بترخيص التنقيب عن النفط بمنطقة غرثيف والتي تمتد على مساحة 7269 كيلومتر في نوفمبر من سنة 2018 وتساهم ب 75% من حصة الاستغلال. يوما عن يوم يتأكد زيف مزاعيم ما يسمى بجبهة البوليساريو المافيا التي تحتجز مجموعة من السكان في تندوف في ظروف لا إنسانية وتتسول باسمهم في المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي بعدما لبت نداء الوطن أسرة محتجزة في مخيمات الذل والعارة. الأخبار القادمة من المخيمات تتحدث اليوم الاثنين عن التحاق أسرة مكونة من 6 أفراد بأرض الوطن إلى الثمارة عبر منطقة الفارسية الغير البعيدة عن الجدار الرملية العازل شرق المدينة. الأسرة العائدة تحملت عناء التنقل وأهوال السفر وخاطرت بحياتها على متن سيارة رباعية للدفع واستطاعت الوصول إلى أرض الوطن استجابة للنداء المغفور لها الحسنة الثانية الشهيرة إن الوطن غفور رحيم وبكل من غرر به. وتأتي هذه الخطوة مباشرة بعد عودة عائلتين في شهر أكتوبر الماضي بنفس الطريقة ونفس المسار كان عددهم 10 أفراد استقبلتهم السلطات المحلية بالثمارة وسرعان ما أدمجوا في الحياة الاجتماعية بالمدينة بعد احتجاز وغياب عن بلدهم المغرب. لا تزال جريدة الأسبوعية الصحفي المغربية تواصل تحقيقها حول صحة إلغاء صفقة عسكرية بين تركيا والمغرب في 2019 بسبب ضغط إدارة ترامب. وحسب مصدر موثوق فإن المغرب رفع من صفقته في وقت سابق مع أنقرة قبل أن توصي أمريكا بكل حاجيات المملكة من مخازن البنتاغون. وأومأ الرئيس أردوغان إلى محاولة واشنطن إلغاء صفقات مع دول شمال إفريقيا والمسألة تتعلق بالمغرب وموريتانيا. والتحقت الجزائر بهذه المعادلة في إدارة الجنرال قيد صالح الذي بدأ قبضته على بلاده بتغيير الملحق العسكري الجزائري في واشنطن واعتقال رجال فرنسا في المخابرات ومؤسسة الرئاسة. وسمحت وزارة الدفاع الأمريكية ببيع أسلحة نوعية واستراتيجية للجزائر تحت عنوان التوازن مع المغرب الذي تحصل أخيرا على دبابات وتكنولوجيا رادار قيست بقدرات مماثلة للجزائر. وتجمد الجانب العسكري في علاقة أنقرة وعواصم المغرب العربية فيما ذهبت تونس إلى تعزيز محورها مع أنقرة وهو ما ردت عليه واشنطن بإغلاق نصف قاعدة CAA فوق الأراضي التونسية فيما ألغيت صفقة عسكرية مع المغرب. قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوغدومة اليوم السبت إن بلاده ترفض التدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة كانت مؤكدا أن بلاده قادرة على حل مشكلاتها دون الحاجة لأن تملي أي جهة قوانينها عليها أو شعبها الذي سيختار رئيسه القادم بكل حرية على حد وصفه.
وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك خلال منتدى حوارات المتوسطة المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما إن الجزائر هي دولة متوسطية تاريخيا وتتعامل مع جميع الشركاء في البحر الأبيض المتوسط. وشدد بوغدوم على أن بلاده ترفض التدخل في شؤونها الداخلية من البرلمان الأوروبي ولا البرلمان المريخي على حد تعبيره، لافتا إلى أن المشاكل الجزائرية تخص البلد وحده. وقال بوغدوم: نحن قادرون على حل مشكلاتنا ما بين الجزائريين، وإذا أراد أحد توضيحا فنحن موجودون، ولكن لا نقبل أن يفرض أحد علينا القوانين أو التدخل من أي مؤسسة أو سلطة. وأكد أن الجزائر لا تقبل بأن يتدخل أحد في شؤونها الداخلية قائلا: البلاد تتجه إن شاء الله نحو ديمقراطية وشفافية، مؤكدا أن المواطنين لديهم كل الحرية والحق في اختيار رئيسهم الجديد بكل شفافية. وحول مستقبل العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب، أكد بوغدوم أن هناك علاقة وطيدة بين الشعبين المغربي والجزائري، لافتا إلى أهمية دراسة المشاكل المعروفة في المغرب بما فيها قضية الصحراء، مشددا على أهمية الحل السياسي والحوار البناء. وتستمر الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الجزائرية المرتقب إجراؤها في 12 من ديسمبر الجاري، حيث يواصل المرشحون الخمسة وهم إلى جانب ميهوبي وبنغرينا كل من عبد العزيز بلعيدة رئيس حزب جبهة المستقبل وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات رئيس حكومة سابقة وعبد المجيد تبور رئيس حكومة أسبقة عقد اللقاءات والتجمعات مع مناصريهم في مختلف أنحاء البلاد، فيما يواصل رافدو الانتخابات القيام بوقفات احتجاجية ومسيرات لرفض إجراء الانتخابات قبل رحيل باقي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأشعلت مصادقة البرلمان الأوروبي نهاية الشهر الماضي في ستراسبورغ على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر الساحة السياسية في البلاد، حيث نددت مختلف التشكيلات السياسية المترشحين الخمسة للرئاسية المقبلة، وأكد القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني بقيادة حاكم البلاد القيد صالح بما وصفه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي الجزائري. وكانت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان على المستوى البرلماني الأوروبي ماري إيرينا أعلنت عبر فيديو مصور نشر عبر صفحتها بموقع فيسبوك عن دعم الحراك الشعبي الذي أثمته بالثورة في الجزائر. فوجئ المغاربة بعرض تلفزيون التركي الرسمي مقطع فيديو عن ناشطة صحراوية تطالب بانفصال الصحراء المغربية عن المغرب بعدما كانت أنقرة تتجنب إثارة هذه القضية في إعلامها حفاظا على مصالحها الاقتصادية مع المملكة. ورغم أن الفيديو الذي يتناول قضية أمينة حيدر وهي ناشطة سياسية وحقوقية انفصالية عرض في قنوات دولية أخرى، لكن عرضه على التلفزيون التركي كان سابقا من وجهة نظر المغاربة. وعز مراقبون تغير الموقف التركي حيال هذه القضية إلى رغبة الرباط بإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع أنقرة. وقالت مواقع مغربية إن الحكومة تتجه إلى إلغاء هذه الاتفاقية بسبب إضرارها بالاقتصاد الوطني بعد إغراق الشركات التركية الأسواق المغربية بسلعها، وهو الأمر الذي أكدته نتائج التقرير الحكومي. ونقل موقع لوسي تانفو أن التقرير كشف أن تركيا تستفيد بشكل كبير من هذه الاتفاقية التي تهدد بإفلاس التجار المحليين في المغرب. ورجحت وسائل الإعلام أن سعي الحكومة المغربية إلى إلغاء الاتفاق أثار حفيظة الأتراك، وهاجم ناشطون مغاربة تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر بعضهم أن تركيا لديها طموح استعماري توسعي في البلدان العربية وتحاول إغراق المغرب بالسلع. وقال نسيم الفجر على تويتر: تركيا لها طموح استعماري توسعي، تعتبر البلاد العربية والإفريقية كعكة أو فريسة لها، لقد افترست سوريا وقطر وحتى نفط ليبيا أصبح لها وكذلك الجزائر، وهي غزت المغرب اقتصاديا وأغرقته بمنتوجات يعاد تصنيعها في تركيا دون أن تبني أي مصنع في المغرب وتدمر الاقتصاد المغربي.
وانتقد آخرون من وصفهم بالجالية الأردوغانية في المغرب في إشارة إلى المتعاطفين مع نظام حزب العدالة والتنمية التركية. وقال مهدي: ما زلنا ننتظر تعليقا من الجالية الأردوغانية المقيمة في المغرب حول تطبيل قناة TRT وورد العمومية في تركيا للأطروحة الانفصالية. إلغاء صفقة سلاح بين الرباط وأنقرة. وكان المغرب قد ألغى صفقة لشراء أسلحة تركية وفقا لموقع الأسبوع الصحفي الذي أشار إلى أن دول شمال إفريقيا ألغت صفقات تسلح مع تركيا. وكتب مغرد على تويتر: ربما قرصت أذن لأن المغرب ألغى صفقات سلاح مع تركيا وفي الطريق لإلغاء اتفاق التجارة. وكان المغرب قد وقع مع تركيا اتفاقية التبادل الحر في 2004 ولم يبدأ العمل بها إلا في 2006.